بسم الله تلاميذ، السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا. اذا اليوم ان شاء الله نواصلوا مع سلسله اساسيات الرياضيات اللي قلنا رانا نشوفوا فيها امور قرينها في السنوات الماضيه، حتى كاين امور من المتوسط لكنها في غايه الاهميه. هذه الاشياء مهمه جدا. كما هذا الدرس جمع قواعد الترتيب والمقارنه ما بين قوسين العمليات على المترجحات، مهم جدا، نحتاجوه في الدوال بكثره. كاين اسئله في الدوال، كاين عناصر في الدوال اللي نخدموهم بهذا الدرس. هذه رقم واحد، والاهميه نتاعو نحتاجوه بكثره في مقرر البكالوريا وحده المتتاليات، حاجه اسمها البرهان بالتراجع. نحتاجوه مهم بكثره في المقرر تاع العام، لازم تكون فاهمه. ولاحظت بلي بزاف تلاميذ، حتى ربما بعض الممتازين، عندهم اخطاء وعندهم مشاكل في هذا الدرس، فلازم تتبعوا معنا وتفهموا البرنامج تاعنا في هذا الدرس. راح نشوفوا القواعد نظريا، نفهموها مليح، وكي نكونوا نشرحوا ديما نهزوا امثله عدديه بسيطه، يعني امثله بالاعداد بالارقام، باش نفهموا مليح القاعده واش راهي تحكي. وبعدها ان شاء الله نهزوا تطبيق، تطبيق هذاك تكون فيه تحقيق تاع الاهداف تاع هذا الدرس. عموما الشرح جماعه باش نتفقوا باللي بما انه انا في سلسله اساسيات الرياضيات، الشرح راح يكون قدر المستطاع بطيء ويكون فيه تفصيل وفيه اعاده وكذا باش نفهموا مليح. فالممتازين وكذا اللي دخلوا معنا في هذا الفيديو يقدروا يصبروا علينا شوية، لأنه رانا في سلسلة أساسيات فقط. صح، نبدأ. عندنا A و B و C و D أعداد حقيقية، ما يهمش A و B و C و D في الحالة العامة، ما يهمش هل هي موجبة ولا سالبة ولا كذا، مهم أعداد حقيقية وخلاص. عندنا N عدد حقيقي، شوف معلش نكتبوا M عدد حقيقي سالب تماماً، وان عدد حقيقي موجب تماما. يعني تذكر لي باللي في هذا الفيديو كي نقولوا ام معناتها راه حاجه سالبه، يعني ناقص 7 ناقص 3 ناقص 5 على 3، صح. وكي نقولوا ان معناتها راه عدد حقيقي موجب تماما. شوف مليح، الحاجه الاولى كي تكون عندنا متراجعه محققه، مثلا 3 قل من 5، هذه متراجعه محققه. يعني قلت لك في الدرس الامثله نهزوهم بالاعداد، من بعد ان شاء الله ندخلوا فيها الاكس والكسور والجذور وغيرها، صح. اذا كان A قل من B، القاعده الاولى تقول لي بلي المتراجحه هذه، ركز معايا مليح، المتراجحه هذه لو كانت تزيد لها نفس العدد سواء كان موجب ولا سالب ما يهمش. يعني المتراجحه هذه اذا زدت لها نفس العدد للطرفين تبقى المتراجحه صحيحه. يعني عندي 3 قل من 5، لو كان نزيد مثلا 2 للطرفين راح تبقى المتراجحه صحيحه، لانه راح تخرج لي 5 قل من 7 وهذا محقق. اذا كي نزيد نفس العدد للطرفين تبقى محققه، صح. الان كي نقص، ولاحظ بلي هذا العدد لا يهم، موجب سالب لا يهم، كي نقص عدد نفس العدد بالصح للطرفين المتراجحه تبقى صحيحه. يعني 3 5 لو كان نقص انايا نفس العدد لطرفي المترجحات، يعني نقص مثلا 2 للطرفين، هل تبقى المترجحه محققه؟ نعم، اذا نقصت نفس العدد نعم، 3 ناقص 2 1، صح، 5 ناقص 2 3، اذا فعلا المترجحه محققه. اذا تزيد نفس العدد تنقص نفس العدد عادي. الان عندنا حاجه اللي لازم تركز فيها قليلا، اذا عندنا المترجحه هذه 3 اقل من 5 وحابين مثلا لسبب معين، احنا عارفين بعد السبب وش هو في التمرين، حابين لسبب معين نضربوا طرفي المترجحه في نفس العدد، هل نقدر نضرب؟ واذا نقدر نضرب هل نعكس المترجحه ولا ما نعكسش؟ هنا عندك حالتين، شوف مليح، اذا ركز مليح، اذا ضربت في عدد موجب الطرفي المترجحه ما تتعكسش. الموجب في هذا التمرين وش هو؟ هو الان، معناتها اذا ضربناها في زوج في نفس العدد وهو موجب ما تتغيرش اتجاه المترجح. يعني 3 5 نفحت لي انا نضربهم في زوج في نفس العدد اللي هو 2، هل نعكس اتجاه المترجحه ولا لا؟ ما نعكسهاش. 2 في 3 6، 6 فعلا اقل من 10. الان اذا قسمت، ركز مليح، اذا قسمت على نفس العدد الموجب الغير معدوم، هنايا المترجحه ايضا لا تعكس. يعني اذا نفحت لي مثلا 6 اقل من 10، اذا نفحت لي نقسمهم في زوج على 2، هل نقدر؟ نعم، بما انه راح نقسم في زوج على عدد موجب ما نغيرش اتجاه المترجحه. 6 اقل من 10 راح تخرج لي 6 على 2 وش هي 3، ومن هي 5، اذا فعلا محققه.
إذا ضربنا، إذا زدنا عدد ونقصنا عدد ما يهمش، موجب سالب، المهم زيد نفس العدد للطرفين أو نقص نفس العدد للطرفين. بالنسبة لعملية الضرب والقسمة، وراك تلاحظ باللي في هذه السلسلة ديما الجمع والطرح يمشيوا مع بعضهم والضرب والقسمة يمشيوا مع بعضهم، لأنهم كلاهما عمليتان متعاكستان. صح. الآن بالنسبة للضرب، إذا تضرب في عدد موجب ما تغيرش اتجاه المتراجح، إذا تقسم على عدد موجب ما تغيرش اتجاه المتراجح. الآن بالنسبة للقسمة، شوف مليح، عندي A عندي B وقسمت الآن ولا ضربت في عدد سالب. عدد سالب في هذا التمرين وش هو؟ هو الآن إذا ضربنا طرفي المتراجحة في هذا العدد السالب، هل نغير اتجاه المتراجحة؟ نعم، لازم نغير اتجاه المتراجحة، يعني تتعكس اتجاه المتراجح. نفس الفكرة، إذا قسمت طرفي المتراجحة على عدد سالب تماما، لازم تعكس اتجاه المتراجحة. شوف مليح، نفهمها مع بعضنا. هنا نهزو متراجحة أخرى تكون محققة بطبيعة الحال. عندي مثلا 4 أقل من 10. شوف مليح، أريد أن أضرب هذه الطرفي المتراجحة، حاب نضربهم في زوج، نضربهم في ماذا؟ في ناقص 2 على سبيل المثال. شوف مليح، راح نضرب في ناقص 2، طرفي المتراجحة في زوج نضربهم في ناقص 2. فرضا باللي أنا ما نعرفش القاعدة وما غيرتش اتجاه المتراجح، صح، شوفوا الخطأ اللي حيخرج لي وشي هو، راح تخرج لي منها ناقص 8 ومن هي تخرج لي ناقص 20. هل ناقص 8 أصغر من ناقص 20؟ لا، كي نمشيو في عدد سالبات واللي تعكست واللي ناقص 20 هي صغيرة لأنه هي الأبعد عن الصفر، وبالتالي كي نضرب في عدد سالب لازم ديما نعكس اتجاه المتراجع. الآن فرضا حاب نقسم على عدد سالب، هل نعكس اتجاه المتراجع ولا لا؟ لازم نعكس. إذا قررت أنه نقسمهم في زوج على ناقص 2 لازم تعكس اتجاه المتراجع. كما هنا 4 على ناقص 2 وشحال؟ تخرج لك ناقص 2. 10 على ناقص 2 وشحال؟ ناقص 5. فعلا ناقص 2 هي الكبيرة على ناقص 5. إذا هذه هي، نختصرها في زوج كلمات، بالنسبة لعملية الضرب عندك متراجحة حاب تزيد عدد أو تطرح عدد مكان ما تغيرش اتجاه المتراجحة. بالنسبة للضرب والقسمة، إذا ضربت في موجب تحافظ على نفس الاتجاه، إذا ضربت في سالب تعكس الاتجاه، نقطة رجع للسطر باختصار شديد. إذا هذا أستاذ واش نديروا بهم؟ احتفظ لي بهم نظريا مع الأمثلة هذو تاع الأرقام في ذهنك. احنا كنروحوا ان شاء الله في نهايه الفيديو، يعني بعد ما نخلصوا هذه الاشياء نظريا راح نهزوا عليهم كامل ان شاء الله التطبيقات وتفهموا واش راح دير بهم. صح. الان كي تكون عندنا متراجحتين، شوف الفرق بين الحاله اللي كنا نحكيوا فيها والحاله هذه. هذه الحاله عندنا غير متراجحه وحده وحنا رانا نزيدوا لها عدد ولا نقصوا لها عدد ولا نضربوها في عدد ولا نقسموها على عدد. لكن الان حاله اخرى، اذا عندي متراجحتين وحاب نجمعهم طرفا لطرف، أو حاب نطرحهم طرفا لطرف، أو حاب نقسمهم طرفا لطرف، أو حاب نضربهم طرفا لطرف، هل تصلح؟ وإذا تصلح وش هي القاعدة؟ نعكس متراجحة ما نعكسش؟ شوف، كي تكون عندك متراجحات A أقل من B و C أقل من D، في الحالة هذه ما تهمناش الإشارات، موجبين سالبين الله يسهل عليهم. واش تقدر تدير؟ تقدر باختصار شديد تجمعهم طرفا لطرف. شو معناتها نجمعهم طرفا لطرف؟ يعني نجمع الطرف الأيسر A زائد C نجمعه مع الطرف الأيمن وتخرج لي نفس اتجاه المتراجح. شوف، يعني على سبيل المثال 2 أقل من 3، 5 أقل من 7، حاب نجمعهم طرفا لطرف. كي نجمعهم طرفا لطرف 2 زائد 5 وشحال؟ 7، 3 زائد 7 10، وما نغيرش اتجاه المتراجحة وتخرج لي متراجحة صحيحة. صح. الآن بالنسبة لعملية الطرح، كاين بزاف تلاميذ يغلطوا فيها هذه، يعني كما المثال هذا 2 3 5 7. صح، يقول لي استاذ نورمال نقدر نطرح هذه من هذه وهذه من هذه وتخرج لي متراجحه صحيحه. هذا خطا كبير. صح، كيف ندير انايا باش نحصل على عمليه الطرح؟ اذا حاب عمليه طرح عندك A اقل من B، صح، وعندك C اقل من D. شوف مليح، ما تقدرش دير عملية الطرح مباشرة، يعني ما تقدرش تطرح طرفا لطرف، ما كانش حاجة اسمها A ناقص C أقل من B ناقص D، ما كانش، تقول لي استنى عكس الاتجاه، ما كانش، لازم تركز. شوف مليح، أول حاجة لازم تديرها، لازم تضرب هذه المتراجحة في الناقص، لأنه لازم تفهم يا جماعة باللي كنقولوا 5 ناقص 3،
في الحقيقه رانا حنا نقولوا رانا نقولوا 5 زائد ناقص 3، يعني باش ندير عمليه طرح لازم نضرب ناقص ندير عمليه جمع. افهم ركز معايا وتفهمها. تروح للمترجحه الثانيه هذه اللي حاب تطرحها تضربها في الناقص. كي تضرب الطرفين تاعها في الناقص واش قلنا قبل قليل؟ مترجحه كي تضربها في ناقص واحد معناتها ضربتها في عدد سالب، معناتها لازم يتعكس الاتجاه تاعها، معناتها هتولي ناقص سي اكبر من ناقص دي. كي تولي ناقص سي اكبر من ناقص دي نعاود نرتبوها، نقدر نقولوا ناقص دي اقل من ناقص سي نفسها. تقول 7 اقل من 10 ولا 10 اكبر من 7 كيف كيف، يعني ضربناها في الناقص. عاود ركز معايا، تعكس الاتجاه تاع المتراجح. وديما كي نقولوا نعكس الاتجاه تاع المتراجحه عندها نفس المعنى تاع انه نعكسوا طرفي المتراجح، مفهوم؟ صح. الان كي عادوا متراجحتين في نفس الاتجاه تقدر تدير عمليه الجمع. ا زائد ناقص دي تمد لك ا ناقص دي اقل من بي زائد ناقص سي تمد لك بي ناقص سي. اذا النتيجه اللي حتخرج لي تخرج لي ا ناقص دي اقل من بي ناقص سي. يعني اللي يكون ذكي ربما انتبه لحاجه، اذا حاب تدير عمليه جمع تجمع الطرف مع الطرف اللي قابله، صح؟ اذا تدير عمليه طرح ا تنقص منها دي، يعني هذا كيما نقولوا جداء متصالب ان صح التعبير، هكذا ا ناقص دي قل من سي قل من بي ناقص سي. شوف باه نسهلها لك، خلاص ركز معايا جيدا، شوف مليح. على بالي بلي هذه ممكن تخلطت لبعضكم. بالنسبه للجمع تقدر تجمع طرف اللي طرف عادي ما كانش مشكل، بالنسبه للطرح ما تقدرش تطرح طرف اللي طرف. باش نسهلها لك واش قلت لك؟ قلت لك روح للمترجحه الثانيه هذيك اللي حاب تطرحها اضربها في الناقص وجمعهم طرف اللي طرف. يعني هذه مثلا شوف 2 3 5 7 واش ندير؟ نضرب الطرفين تاع المترجحه في الناقص. كي نضرب الطرفين تاع المترجحه في الناقص واش يصرى لها؟ قلنا المترجحه تتعكس، المترجحه تتعكس تصبح هكذا، او الطرفين تاعها يتعكسوا. يعني كي تقول ناقص 5 اقل من ناقص 7 تقدر تعاود تقلبهم برك. يعني باختصار شديد شوف مليح، كانت عندي 5 اقل من 7 صح. كي نضرب انا في الناقص بلا ما نعكس طرفي المترجحه واش نقدر ندير؟ نقدر بلا ما نعكس المترجحه نقدر نعكس الطرفين تاعها، يعني 7 هذا نجيبه هو من هنا يولي ناقص 7 و5 يروح من هنا وتبقى المترجحه في نفس الاتجاه، صح؟ الان اصبحت عندي زوج مترجحات نقدر نجمعهم. كي نجمعهم 2 ناقص 7 وشحال؟ تخرج لي ناقص 5. 3 ناقص 5 وشحال؟ تخرج لي 3 ناقص 5 تخرج لي ناقص 2. هل المترجحه محققه؟ نعم، ناقص 5 اصغر من ناقص 2. اذا باختصار شديد حاب تجمع تقدر تجمع، حاب تطرح ما تقدرش تطرح طرف اللي طرف. روح للثانيه هذيك اللي حاب تطرحها اضربها في الناقص واجمع، هذا مكان. كي تضربها في الناقص واش يصرى لها؟ اما يتعكس الاتجاه تاعها اما يتعكس الطرفين تاع المترجحه وهي تبقى في نفس الاتجاه كيف كيف، صح. الان راح نحكيو على الضرب والقسمه. نحكيو على الضرب اولا. شوف بالنسبه للضرب عندنا شروط مش غير ارواح وضرب. هنا قبل قليل لو كنت تلاحظ ما كانوش تهمنا الاشاره تاع المترجح. هنا باش نضرب مترجحه طرف اللي طرف عندي شرط لازم كل شيء يكون موجب. يعني على سبيل المثال 5 قل من 8، 2 قل من 4، هنا كل شيء موجب، الاطراف كامل موجبه، اذا نضرب كل شيء في بعضها. صح نقدر نضرب يعني طرفان في طرف عادي تخرج لي صحيح. لكن فرضا اذا واحد سالب ما نقدرش، اذا واحد سالب لا توجد قاعده، ولا اذا مترجح الاطراف نتاعها سالب والاطراف هنا الاطراف تاعها موجبه ما نقدرش. ممكن في الحاله هذه نعاود نضرب هذه في الناقص باش نتخلص من الناقص ونصححها. طبيعه الحال هنا ناقص 5 اقل ناقص 8 اقل من ناقص 5. المهم اقصد باللي كي تضرب باش تضرب مترجحه طرف لطرف لازم يكون الاطراف كامل موجبين او عندهم نفس الاشاره. في الحالة هذه كي يكون كلش موجب تقدر تضرب أ في سي قل من بي في دي. كيما عطيتك مثال 2 قل من 4، 3 قل من 6، نقدر نضرب كل شيء في بعضها. تخرج 2 في 3 تخرج لي 6، أقل من 4 في 6 تخرج لي 24 مترجحة محققة. إذا هذه هي بالنسبة لعملية الضرب. الآن بالنسبة لعملية القسمة، الشيء اللي قلناه في الناقص هو نفسه اللي راح نقوله في القسمة. ما عندناش اول حاجه نتفقوا باللي لازم كل شيء يكون موجب، هذه مفروغ منها. العفسه الثانيه ما عندناش قاعده تقول لنا تقدر تقسم ا على سي تمد لك بي اقل من بي على دي. يعني مثال، يعني شوفوا مليح 2 اقل من 3، 4 اقل من 5،
ما تقدرش تستنتج تقدر تضربهم في بعضهم طرف اللي طرف تقدر متراجعه صحيحه نورمال، لكن ما تقدرش تستنتج باللي 2 على 4 قل من 3 على 5. هذه القاعده ما كانش. كيفاش نديروا اذا حبينا نقسموا متراجعتين على بعضها؟ هنا في الحاله هذه لازم تلجا لواحد الحيله اضافيه. شوف اقل من بي صح وسي قل من دي، شفت هذه اللي حاب تقسمها لازم تدخل عليها الداله مقلوب. الداله مقلوب بعد راح نزيدو نحكيو عليها في العنصر القادم. الداله مقلوب واش دير مع المتراجعه؟ تعكسها. كي تدخل داله مقلوب على متراجعه تعكسها، يعني راح يولي 1 على سي 1 على دي، راح المتراجعه تتعكس. قلنا تقدر تعكس طرفي المتراجعه. شوف كانت عندك سي قل من دي، انت راح تدير المقلوب، تقدر تقول باللي 1 على سي اصبح اكبر من 1 على دي، وتقدر تدير حاجه بسيطه تعكس طرفي المتراجعه، يعني 1 على دي يولي هو الصغير، 1 على سي يولي هو الكبير، والمتراجعه تبقى في نفس الاتجاه. يعني نعكسوا اتجاه المتراجعه ولا نعكسوا الطرفين نتاعها، نفس الفكره درناها صح. اذا الان كي تروح انتيا كي تروح تدخل المقلوب على هذا المتراجعه، قلنا واش يصرى؟ يتعكس طرفي المتراجعه، يعني تولي 1 على دي قل من 1 على سي. الان اصبحت عندك متراجعتين وفي نفس الاتجاه وكل القيم تاعهم موجبه، واش تقدر دير؟ تقدر الان تضربهم في بعضها. كي تضربهم في بعضها واش راح تخرج لك؟ راح تخرج لك ا في 1 على دي. شوف معليش نكتبوها، ا في 1 على دي قل من بي في 1 على سي. ا على ا في 1 على دي تقدر تطلع هذه البسط تولي ا على دي، ا على دي قل من بي على سي صح. اذا هذه هي القاعده تاع القسمه. في الضرب تقدر تضرب مباشره، في القسمه لا، تروح دير المقلوب تاع الثانيه ومن بعد تضرب كلش في بعضها. على بالي بلي بعضكم ماهوش فاهم، اصبر معنا برك كي نوصلوا ان شاء الله للتطبيق راح تزيد تتضح لك اكثر. هنا اللي يكون ذكي ايضا تابه الحاجه باللي في القسمه ما نقسموش ا على سي، نقسموا ا على اللي قبله اللي هو دي، ونقسموا بي على اللي قبله اللي هو سي. هي نفسها في عمليه الطرح صح. هنا حكينا على العمليات الجبريه، اضافه عدد، طرح عدد، ضرب عدد، قسمه على عدد، جمع مترجحتين، طرح مترجحتين، قسمه مترجحتين، ضرب مترجحتين. الان راح نحكيو على لما نحبوا ندخلوا داله على مترجحه. ركز معايا مليح باش تفهمها، راح نقدمها لك ان شاء الله بطريقه في غايه البساطه، خاصه اللي شويه متذكر الدوال المرجعيه في السنه الثانيه ثانوي راح يفهمها بكل بساطه. شوف مليح بالنسبه دوك عندنا متراجعه، فهمني مليحه، افهمني مليح، لانك لو كان ما تفهمش واش راح نديرو مستحيل تفهم واش هو الهدف اصلا. يعني لازم تعرف واش رانا نديرو. شوف الداله مربع، عندي متراجعه، عندي 5 قل من 10 في الحاله العامه، عندي اقل من بي، حاب انايا ندخل تربيع على هذا المتراجعه، هل نعكس اتجاه المتراجعه ولا ما نعكسش؟ يعني فرضا ربعت 5 مربع 10 مربع، هل نعكس المتراجعه ولا نخليها في نفس الاتجاه؟ قادر تسرع تقول لي استاذ نعكس، الاخر يقول لي لا ما نعكسش. في الحقيقه لا نعكس لا ما نعكسش، هناك تفصيل، هناك حالات مختلفه. وش هي الحالات هذه؟ شوف مليح هنا لازم تتذكر لي الداله مربع، الدوال المرجعيه عموما لازم المنحنى تاعها يكون في ذهنك. الداله مربع معروفه من سنه اولى نعرفوها، سنه اولى ثانوي يعني صح. الداله مربع جماعه المنحنى تاعها قطع مكافئ. طبيعه الحال رسم برك يوضح لك الصوره. نعم قطع مكافئ اللي تهمنا فيه يا جماعه باللي الداله مربع من ناقص ما لا نهايه لصفر يعني في المجال السالب داله متناقصه، ومن صفر زائد ما لا نهايه داله متزايده صح. عندي قاعده كي تكون كاينه متراجعه اذا دخلت عليها داله متزايده تبقى في نفس الاتجاه، اذا دخلت عليها داله متناقصه يتعكس الاتجاه تاعها. شوف مليح راح نهزو امثله باش تفهم، ركز مليح. اذا عندي متراجعه اقل من بي، بصح هنا لازم نشوف هل الاعداد هذو اللي راهم في المتراجعه هل هما موجبين ولا سالبين. اذا كانوا موجبين، ركز مليح، اذا كانوا موجبين يعني طرفي المتراجعه موجبين، وانا دخلت التربيع على هذه المتراجعه، يعني ا مربع
بي موان، هل نعكس اتجاه المتراجحة ولا ما نعكس؟ دوكا شوف انت، قلنا كي تدخل دالة متزايدة تبقى في نفس الاتجاه، من صفر زايد ما لا نهاية الدالة مربع متزايدة ولا لا؟ متزايدة، معناتها المتراجحة تبقى في نفس الاتجاه. نهز لك مثال عددي باش تفهم، شوف مليح، عندي 3 قل من 5، كي نربع الطرفين 3 مربع 5 مربع، هل نعكس الاتجاه ولا ما نعكسش؟ لا أعكس الاتجاه وتخرج لي متراجحة صحيحة، 9 قل من 25 فعلا صح. روحوا الحالة الثانية، إذا كان شوف مليح، إذا كان A قل من B وهما كل شيء أعداد سالبة، في هذه الحالة كي تدخل دالة مربع على هذا المتراجحة، دالة مربع في الأعداد سالبة متناقصة، وبالتالي لازم تعكس اتجاه المتراجح. نعطي لك مثال عددي وراح تلاحظ وحدك. شوف هنا لو كان نقولوا ناقص 5 قل من ناقص 3، هل هذه المتراجحة صحيحة؟ نعم، ناقص 5 هي صغيرة على ناقص 3 صح. فرضا واحد ما يعرفش هذه القاعدة، يقول لي حاب نربع، معلش حابين نربعوا ندخلوا التربيع على طرفين متراجحة في زوج، بصح هو ما يعرفش بلي المتراجحة لازم تتعكس، واش يدير؟ يحافظ عليها في نفس الاتجاه، وهذا خطأ يوقع فيه حتى الممتازين، خاصة كي يكون يقسم في الحساب وهذا يسرع في الحساب، ما راحش يركز في التفاصيل هذه، ولكن خطأ بسيط كما هذا يدي لك اللي بعده كامل. فشوف مليح، واش هو الخطأ اللي حيوقع فيه؟ هنا ناقص 5 لكل مربع تخرج لك 25، ناقص 3 لكل مربع تمد لك 9، وأنت راك كاتب هكذا، هل 25 أقل من 9؟ لا، 25 هي الكبيرة. إذن ما هو الخطأ اللي وقع فيه؟ الخطأ اللي وقع فيه أنه لما دخل المتراجحة، لما دخل المربع على متراجحة الأطراف نتاعها سالبة، هنا لازم يعكس اتجاه المتراجحة. كي تعكس دوكا تلقى 25 أكبر من 9 وهي محققة. إذن باختصار شديد باش تدخل دالة مربع تشوف هل راك في المجال الموجب، دالة متزايدة تحافظ على نفس الاتجاه، هل راك في المجال السالب دالة متناقصة تعكس الاتجاه. كاين سؤال يطرحوه الأذكياء، واش يقول؟ يقول لك أستاذ لو كان يكون عندي متراجحة فيها واحد فيها عدد سالب وعدد موجب كيفاش ندير؟ هنا مثلا هل تقدر تصرى؟ نعم طبعا تقدر تصرى، ناقص 5 أقل من 3 صحيحة متراجحة، هل نقدر ندخل تربيع؟ ما نقدرش ندخل تربيع، يعني هنا ما نقدروش ندخلوا تربيع، مفهوم؟ علاش؟ لانه الداله ما تقدرش تعرف اتجاهها، انا راه عندك مجالين، عندك من ناقص 5 0 وعندك من 0 3، مجالين مختلفين، عندها الداله اتجاهين اتجاه تغير مختلفين عن المجالين هذا، اذا فلازم يكون كل شيء في نفس الاشاره. تقول لي كيف نطيح فيها؟ ما طيحش فيها، ما راحش تطيح في هذا الحال. اذا طحت في هذه الحاله وهي حاله متقدمه شويه ممكن شعبه الرياضيات وكذا، هنا لازم تفصل حالتين، تناقش تاع المجال الموجب وحده ما تعكسش فيه اتجاه المتراجحة، وتناقص المجال الاخر السالب وحده تعكس فيه اتجاه المتراجحة. إذن هذه بالنسبة للدالة مربع. شوف بالنسبة روحوا للدالة اللي بعدها اللي هي الدالة جذر، هذه الدالة بسيطة، الدالة جذر دالة في غاية البساطة، نحكيو على الدوال المرجعية اللي نحتاجوها، الدالة جذر تربيعي صح. شوف مليح، إذا كان A قل من B، طبيعة الحال هنايا نحكيو غير على الأعداد الموجبة، علاش؟ لأنه الدالة جذر ما تقدرش تدخل جذر على حاجة سالبة، ما تقدرش اصلا تدخل جذر على حاجه سالبه. نعاودوا نذكروا التمثيل البياني تاع الداله جذر. الداله جذر هي داله متزايده على المجال من صفر زائد ما لا نهايه، اذا الداله متزايده على المجال من صفر زائد ما لا. بما انها داله متزايده كي تكون عندي متراجحه والاطراف تاعها كل شيء موجب بطبيعه الحال، ونحب ندخل جذر نعكس ولا ما نعكسش؟ ما نعكسش لانها متزايده، تخرج لي جذر A قل من جذر B باختصار شديد. يعني على سبيل المثال مثلا عندي 9 قل من 25، هل هذا متراجحة محققة؟ نعم، نقدر ندخل الجذر؟ نعم، لأنه كل شيء موجب. كي ندخل الجذر نعكس الاتجاه ولا ما نعكسش؟ ما نعكسش، لأن هذا لا متزايدة صح. جذر 9 شحال تخرج لك؟ 3 قل من 5 وهي محققة. الآن بقات لنا دالة واحدة اللي هي الدالة مقلوب، اللي هي الدالة مقلوب صح، هي كاملة، واللي راه ذكي ومركز شوية راه فهم المفتاح تاع هذا العنصر الثالث. وش هو؟ هو انك برك تشوف المجال اللي راك فيه، هل الداله متزايده ولا متناقصه باختصار شديد صح. الان عندنا الداله مقلوب، نذكروها، معرفه على ار نجمه ار ما عدا صفر، وهي متناقصه في المجالين صح. الان
معناتها لازم كيما المربع لازم نناقشوا الحاله تاع الموجب وحده والحاله تاع السالب وحده. شوف كي تكون عندي ا اقل من بي وهم اعداد موجبه، اذا كان اقل من بي وهي اعداد موجبه، في هذه الحاله راح ندخل المقلوب على المتراجعه. هل نعكس ولا ما نعكسش؟ المقلوب متناقصة في الموجب وفي السالب، وبالتالي في الحالتين راح تعكس اتجاه المتراجع. قلنا إما تعكس اتجاه المتراجحة إما تعكس الطرفين، يعني تخلي شوف تخلي المتراجحة في نفس الاتجاه بصح البي تجيبه منها والآ تديه منه. كيف 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 تقول خمسة كبر من ثلاثة، ثلاثة أقل من خمسة، عندها نفس المعنى. مفهوم حاج موسى، موسى الحاج، نفس المعنى صح. هذه إذا عدد موجبة. إذا أعداد سالبة معناتها A قل من B وكلها أعداد سالبة، هنا أيضا تعكس اتجاه المتراجع، يعني تولي واحد على A أكبر من واحد على. إذا كان شوف مليح نعطيك مثال، مثلا تسعة واحد، معلش ما نهزوش عدد حالات خاصة، اثنين خمسة، اثنين قل من خمسة، فرضا باللي واحد ما يعرفش وش يدير، يدير مثلا يدخل مقلوب على هذا المتراجح، يقول واحد على اثنين قل من واحد على خمسة، احسب تشوف هذه بالفاصلة واحسب هذه بالفاصلة وتلقى بلي المتراجحة غير محققة، معناتها لازم تعكس اتجاه المتراجع. نفس الملاحظة اذا عندك عدد موجب، عندك عدد سالب قل من عدد موجب، في هذه الحالة ما تقدرش تدخل دالة مقلوب. اذا هذا هو على بالي بلي انا اصلا راسي بدا يخرج في الدخان، هي صح حاجة تدوخ لكن تحتاج واحد باك يكون مركز تفرجها بالعقل ينظمها في ملخص كذا يفهم مليح. الان اهم شيء هو التطبيق، راح نهزو تطبيق نفهموا فيه كيفاش نحتاجوا القواعد هذه باختصار شديد، وتلاحظ ان شاء الله بلي حاجه بسيطه مش حاجه كبيره. اذا نمروا مع بعضنا لهذا التطبيق. اذا الان مع التطبيق حول هذا الدرس. شوف ركز معايا مليح، هذا الدرس راح نهزو الخلاصه تاعو في هذا التطبيق، يعني إذا تمكنت من هذا التطبيق راك فهمت لنا الدرس بشكل جيد صح. ليكن X عدد حقيقي، عندنا X عدد حقيقي محصور بين ينتمي لواحد المجال واحد اثنين، معناتها محصور بين واحد واثنين. المطلوب منك هو اعطي حصرا للعبارات التالية A B، العبارة الأولى A B C D E صح. كيفاش دير تخدم هذا التطبيق؟ شوف معايا المثال الاول مثلا كيفاش راح نخدمه، حاجه بسيطه وحاول تخدم بنفس الطريقه الشيء اللي بقى صح. نبداو حنايا رايحين ديما، ركز معايا مليح، راح ننطلق من ركز مع العباره ا، العباره ا هي 3 اكس ناقص 5، راح ننطلق من الحصر تاع اكس، اكس محصور بين 1 و 2، ونعتمد على طريقه تسمى ما بين قوسين تسمى طريقه البناء، يعني راح نبني هذه العباره، يعني بطريقة أخرى هو X واش دار له؟ ضربه في 3 ونقص له 5، هذه هي اللي احنا نخدمها. كيفاش ندير؟ ننطلق من الحصر تاع X، X ينتمي للمجال 1 2 معناتها محصور بين 1 و 2 صح؟ هذه الطريقة اللي نخدموها نقدر نسميوها طريقة البناء. X واش دار له؟ هو ضربه في 3، إذا نضربه حنايا كل شيء في 3 صح. السؤال هل يتغير اتجاه المتراجحة كي نضرب في 3 ولا لا؟ ما يتغيرش، علاش؟ لأنه ضربنا في عدد موجب صح. واحد كي تضرب في 3 يصبح 3، إكس تضرب في 3 3 إكس، 2 في 3 النتيجة 6، ما يتغيرش اتجاه المتراجعه. ومن بعد واش دار؟ نقص 5، احنا نقصوا 5 جميع الأطراف. أستاذ ما ديما احنا نقصوا 5 معناتها راه عدد سالب، معناتها نغيروا الاتجاه في عملية الطرح والجمع، قلنا ما كانش تغيير اتجاه. إذا راح تنقص جميع الأطراف تنقص لهم 5، معليش نكتبوا 3 ناقص 5 ومنهيه 6 ناقص 5 بلا ما تغير اتجاه المتراجعه. إذا 3 إكس ناقص 5 محصور بين ماذا وماذا؟ 3 ناقص 5 النتيجة ناقص 2، 6 ناقص 5 النتيجة 1. إذا هكذا راك لقيت الحصر تاع أ، إذا أ محصورة بين ناقص 2 واحد. إذن هذه هي ببساطة الحالة الأولى كيفاش خدمناها. الآن وقفنا الفيديو، حاولنا في الحالات اللي بقاو تخدم ديما بنفس المبادئ صح. شوف مليح هنا تخدم طريقة البناء، ركز مليح، إكس مربع، إكس واش دار له؟ أولا ربعه،
وثانيا ضربوا في ناقص 7 وبعد زادوا 3. هذه هي الخدمه اللي راح نديروها. صح. اذا حنايا راح نربعوا ندخلوا تربيع على هذا المتراجح. صح. اذا تولي 1 مربع اكس مربع 2 مربع. هل نعكس اتجاه المتراجح؟ لا. علاش ما نعكسش اتجاه؟ ذكر معايا هذو اعداد موجبه، داله مربع موجبه في المجال، عفوا متزايده في المجال من صفر زائد ما لا نهايه، معناها ما نغيرش اتجاه المتراجح. زيد. صح. دروك نقدروا نحسبوهم هذو، نقدروا نحسبوهم اي اكس مربع محصور بين ماذا وماذا؟ 1 مربع هي 1، 2 مربع هي 4. صح. لحد الان رانا بنينا اكس مربع، واش دار لها؟ هو ضرب في ناقص 7. صح. كي نضربوا في ناقص 7، شوف مليح، راح تولي لي ناقص 7 اكس مربع. واش قلنا هنا نديرو؟ قلنا معليش ناقص 7 تضربها الان طرف هذا واش فيه؟ فيه 4. اذا ناقص 7 ضربها في 4، ومننا ناقص 7 ضربها في 1. الان هل نعكسوا اتجاه المتراجح؟ نعم، لازم نعكسوا اتجاه المتراجح. علاش؟ لانه ضربناه في عدد سالب، يعني المتراجحه تصبح يتعكس الاتجاه تاعها. او قلنا واش نقدروا نديروا؟ كنا نقدروا نخليو متراجحه في نفس الطرف، بصح ناقص 7 في 4 يولي منا، وناقص 7 في 1 يروح من هنا. صح. واش ندير؟ نحسب دركا، راح تولي لي ناقص 7 اكس مربع هكذا، عندك ناقص 7 في 4 هي ناقص 28، عندك ناقص 7 في 1 هي ناقص 7. اخيرا واش دار؟ زاد 3. نقوموا بالعمليه، نزيدوا 3 لجميع الاطراف. هل يتعكس الاتجاه؟ لا. ناقص 7 اكس مربع زائد 3. صح. عندك ناقص 7 تزيد لها، عفوا ما نعكسوش الاتجاه، ناقص 7 تزيد لها 3 تمد لنا ناقص 4، ناقص 28 تزيد لها 3 تمد لنا ناقص 25. اذا نقدروا نعاودوا ننظموا المتراجحه، نكتبوا ب محصور بين ناقص 25 تولي منا، وناقص 4 تروح من هنا. وحاجه منطقيه لانه ناقص 25 هي صغيره وناقص 4 هي الكبير. اذا هذه هي طريقه العمل اللي نخدموا بها في كامل المتراجحات هذو اللي عندنا. صح. روحوا العباره سي، لازم تكون حاولت فيها، لازم تفككها. كيفاش دير؟ شوف، كان عنده اكس ربعها وضربها في 2، اذا هذه العمليه الاولى اللي لازم نديروها. صح. ومن بعد راح اكس زاد له 1، ومن بعد جمع، ومن بعد دار الجذر. اذا كاينه شحال من عمليه، اكس ربعو ضربو في 2، نحتفظوا بهذه، ومن بعد اكس زاد له 1، ومن بعد نجمعوا المتراجحات مع بعضها، ومن بعد ندخلوا الجذر. ركز معايا دوك تفهم واش راني نحكي. صح. اول حاجه راه دخل التربيع. صح. راح ندخلوا التربيع. كي ندخلوا التربيع، هل يتعكس اتجاه المتراجحه؟ لا، ما يتعكسش. راح نختصر شويه. كي تربع 1 تمد لك 1، كي تربع 2 قلنا تمد لك 4. صح. من بعد واش دار؟ ضرب المتراجحه في عدد موجب، ما يتعكسش اتجاه المتراجحه. واش راح يولي لنا؟ راح يولي لنا 2 اكس مربع محصور بين 2 تضربها في 1 2، 2 تضربها في 4 8. صح. هذه المتراجحه نحتفظوا بها، هذه دروك نرجعوا لها، نسميوها مثلا المتراجحه 1، من بعد نرجعوا لها. زيد من بعد واش دار؟ ولدينا، شوف، ولدينا اكس محصور بين، هذه حبيت نعاودها برك، كنا قادرين ما نعاودوهاش. صح. واش دار له هو؟ زاد له 1. كي نزيدو حنايا 1، كي نزيدو 1، هل راح يتغير اتجاه المتراجحه؟ لا، ما يتغيرش، تولي اكس زائد 1، 1 زيد لها 1 2، ومن هي 3. صح. دركا هذه المتراجحه نسميوها مثلا المتراجحه رقم 2. شوف في النص واش كاين، كاين 2 اكس مربع زائد اكس زائد 1. يعني واش لازم نديرو؟ لازم نجمعوا هذه المتراجحه مع هذه المتراجحه باش في النص نحصلوا على العباره هذه اللي راهي اقل من الجذر. صح. هل نقدروا نجمعوا متراجحتين؟ نعم، طرفا لطرف. اذا نقولوا بجمع 1 و2، يعني المتراجحتين 1 و2 طرفا لطرف. اش معناتها طرفا لطرف؟ معناتها كل طرف مع الطرف اللي قابله، يعني اليسار مع اليسار، النص مع النص، اليمين مع اليمين. صح. شوف مليح، كي تجمع اللي في النص راح تلقى 2 اكس مربع زائد اكس زائد 1، هذو اللي في النص. كي تجمع الان 2 مع 2 راح تمد لك 4، كي تجمع 8 مع 3 راح تمد لك 11،
وقلنا تقدر تجمع متراجحتين عادي طرفا لطرف، بصح في الطرح قلنا تضرب في الناقص تعكس الزوجة ومن بعد تجمع على روحك. صح. الان اخر حاجه دارها دخل الجذر. هل عندنا الحق ندخلوا الجذر؟ متى يكون عندنا الحق ندخلوا الجذر؟ اذا المجال اللي رانا نخدموا فيه موجب. هذه راي محققه. زيد الحاجه الثانيه، هل نعكس الاتجاه ولا ما نعكسش؟ لا ما نعكسش. لماذا؟ لانه الداله الجذر قلنا معرف على المجال من صفر زائد ما لا نهايه وهي متزايده. صح. اذا راح ندخل اختصارا، راح ندخل الجذر على هذه المتراجحه مباشره في جميع اطرافها. صح. الان في النص هذا العباره واسمها، اسمها سي، محصوره بين ماذا وماذا؟ جذر 4 هو 2 و11 موش مربع تام، معناتها تخليها جذر 11 عادي، ما تكتبش بالفاصله، احذر انك تحسبها تلقاها بالفاصله. الجذر اذا ما تعرفش اكتب جذر، اذا خرج لك بالفاصله عاود محي خليه كيما راه، اذا خرج لك عاده طبيعي ثم تولي تكتبه عادي. صح. اذا هذه هي، روحوا دروكا لحد الان شفنا الدالة مربع، شفنا الضرب في عدد، شفنا إضافة عدد، شفنا الدالة جذر، مازلتنا نحكيو على الضرب تاع متراجحتين ونحكيو على القسمة. هكذا نكونو شفنا التطبيقات عن الحوايج اللي قريناهم كامل. صح. أبدا شوفنا في العبارة دي، تخمم فيها مليح، واضحة باللي كاين قوسين. القوس الأول هو 7x ناقص 3، هذا نبنيوه وحده، والقوس الثاني هو ناقص 2x زائد 10، نبنيوه وحده، ومن بعد نشوفوا هل نقدر نضربوهم ولا ما نقدروش. صح. مليح. بالنسبه للقوس الاول ركز معايا، القوس الاول واش دار هو؟ ضرب في 7 ومن بعد نقص 3، اذا حنا نضربوا كل شيء في 7. صح. في النص هل يتعكس اتجاه المترجح؟ لا، لانك ضربت في عدد موجب. 7 في 1 شحال؟ 7. ومن هي 7 في 2 14. صح. ومن بعد واش دار؟ نقص 3، اذا حنا نقصوا 3 لجميع الاطراف. قلنا في عملية الطرح المتراجحة ما تتعكسش. إذا عندنا 7x ناقص 3، صح؟ من عندك 7 ناقص 3 شحال النتيجة؟ عندك 4، ومن هيه عندك 14 ناقص 3 النتيجة 11. صح. هذا القوس الأول، هذه المتراجحة الأولى نحتفظوا بها، إذا هذا نسميوه 1. صح. روحوا للقوس الثاني، ركز مليح في القوس الثاني واش دار. القوس الثاني ومن جهة أخرى، ومن جهة أخرى واش دار؟ إكس ضربوا في ناقص 2 زاد له 10، نديروا نفس الخدمة حنايا. شوف مليح، ناقص 2إكس، هذه المترجحة هي ديما نطلقوا منها. راح نضربوا في ناقص 2، يتعكس اتجاه المترجحة ولا ما يتعكسش؟ يتعكس. صح. من الأفضل كي يكون عندك أكثر من مترجحة وراح تجمعهم ولا راح تطرحهم، هنايا ما ديرش الترجحة رايحة اليمين والمترجحة رايحة اليسار. راح تلقى مشكلة من بعد في الجمع تاعها. من الأفضل حافظ على نفس الاتجاه. بصح بما أنك ضربت في عدد سالب، شوف 2 هذا ركز مليح، 2 هذا كان على اليمين، راح تضرب في ناقص 2 راح يولي منا على اليسار، هكذا راك عكست اتجاه المترجح. 1 كان منا على اليسار، كي تضرب في ناقص 2 يروح من هي. صح. إذا واش عندنا؟ عندنا ناقص 2x محصورة بين ناقص 2 في 2 هي ناقص 4، ناقص 2 في 1 هي ناقص 2. أخيرا وجد زاد 10، نزيدو حنا 10 لجميع الأطراف. صح. كي نزيدو 10 هل نعكسو ولا ما نعكسوش؟ قلنا ما نعكسوش. إذا ناقص 2x زائد 10. صح. في الطرفين عندك ناقص 2 تزيد لها 10 النتيجة 8، عندك ناقص 4 تزيد لها 10 النتيجة 6. هكذا راك حصرت، راك حصلت على الحصر تاع القوس الثاني. اذا هذه المتراجحه نسميوها المتراجحه رقم 2. شوف مليح، ركز لي، هنا كاين القوس الاول وهنا كاين القوس الثاني، انا حاب نضربهم، هل نقدر نضرب دوكا المتراجحتين في بعضهم طرفا لطرف؟ عندي شرط واحد، هو هل نشوف هل الاعداد اللي فيها كامل عندهم نفس الاشاره. شوف هذا 4 وهذو اكبر منه، معناتها موجبين، ما يهمناش قيم تاعهم، المهم موجبين. اذا هذو كامل موجبين، هذا 6 وهذو كبر منه، معناتها كامل موجبين. اذا نقدر نضرب. كيفاش نضرب؟ عادي طرفا لطرف. اذا بضرب المتراجحه 1 في 2 طرفا لطرف نجي. شوف مليح، كي تضربهم في بعضهم، هذو اللي في الوسط كي تضربوا في بعضهم واش راح يمدوا؟ راح يمدك القوس هذا في القوس هذا، واسمها في التمرين اسمها دي، اذا راح تمد لنا دي في النص. صح. منا ومنا واش كاين؟ كاين عندك 4 في 6،
4 في 6 شحال النتيجه؟ احسب الاله الحاسبه ديما اذا ثقيل في الحساب تخرج لك 24. عندك 11 في 8 تخرج لك 88، وهذا حصر منطقي. معناتها رانا صح، راك تشوف باللي حوايج عادي، تركز برك ما تغلطش صح. روحوا لاخر حاجه، اذا ما حاولتش فيها وقف الفيديو حاول فيها صح. روحوا للعفسه الاخيره، دوكا عندك كسر ديما لازم تفكر نبني البسط وحده ونبني المقام وحده صح. كيفاش ندير باش نبني البسط وحده والمقام وحده؟ عادي، هنا رباع ضرب في 2 زاد 1، وفي المقام ضرب في 3 زاد 5 صح. نبداو احنا راح ندخلوا التربيع دخلناه شحال من مره صح. عندك اكس مربع منا تربع 1 1، تربع 2 4، قلنا ما تعكسش. علاش؟ لانه راك دخلت داله متزايده في المجال الموجب، راهي متزايده. لو كان جات في المجال السالب تعكس صح. بعد وجدة ضرب في 2 صح. هنا اللي يكون خفيف شويه في الحساب يقدر يدير عمليتين مع بعضهم عادي، يعني كي تضرب في 2 ما تعكسش الاتجاه، وكي تزيد 1 ما تعكسش الاتجاه، تقدر تربحهم في زوج في خطوه واحده صح. كيفاش دير؟ 2 في 1 شحال؟ 2، وتزيد له 1 شحال؟ نتيجة 3 صح. 4 تضربها قلنا في 2 نزيد لها 1، 4 في 2 شحال؟ 8، تزيد لها 1 شحال النتيجة؟ 9. إذا هكذا راك حصلت على الحصر ماذا؟ تاع البسط. إذا هذا 1 صح. انتبه معايا جيد. روحوا دركا للمقام، ولدينا أيضا المقام راح تضرب فيه 3 وتزيد 5، تقدر ديرهم في زوج في عملية واحدة. شوف مليح، إكس راح يتضرب فيه 3 وتزيد له 5، في زوج ما يعكسوش الاتجاه، تقدر ديرهم مع بعضها صح. الواحد يتضرب فيه 3 شحال يولي؟ يولي 3، تزيد له 5 شحال يولي؟ يولي 8 صح. عندك 2 تضربها في 3 شحال تولي؟ تولي 6، تضربها تزيد لها 5 تولي 11 صح. استاذ خلاص درنا الحصر تاع المقام، معناتها هذه نسميوها 2 ونقسموهم على بعضهم. اذا راح تقسمهم على بعضهم برك ما لازمش تغلط، تقسم هذا. شوف مليح، اذا اعتبرت باللي هذه هي المتراجحه الثانيه، تقسم قلنا هذا على هذا وتحطهم في الجهه، وتقسم 9 على 8 وتحطهم في الجهه الاخرى. لكن باش تتفادى الاخطاء اللي تقدر توقع فيها، انا ننصحك واش دير دروكا. هذا حابينو يكون لتحت يا خي، علاش حابينو لتحت؟ لانه في المقام. اذا واش ندير؟ ببساطه ندخل عليه الداله مقلوب، سهله خلاص. كي ندخل عليه الداله مقلوب راح يهبط لتحت صح، يعني راح يولي 1 على 3 اكس زائد 5. الان هل يتعكس اتجاه متراجحه؟ نعم، لانها اعداد موجبه، عندي الحق ندخل المقلوب صح، لازم نعكس اتجاه المتراجحه. اذا كيفاش نعكس اتجاه؟ قلنا نحافظوا على نفس الاتجاه والطرفين هما اللي نعكسهم، يعني 11 كان من هي المقلوب تاعو، دخلت عليه المقلوب راح يولي 1 على 11، 8 المقلوب تاعو 1 على 8 ويروح لهيه صح. دروكا واش دير انت باش تحصل على الكسر؟ لو كان تضرب هذه في هذه راح تحصل على الكسر. اذا شوف مليح، نقولوا بضرب 1 في 2 طرفا لطرف نجد. شوف هنا في الوسط واش راح يصير، راح تضرب هذه في هذه، يعني راح تضرب 2 اكس مربع زائد 1 راح تضرب في واش؟ راح تضرب في 1 على 3 اكس زائد 5. كما قلنا في الفيديو تاع العمليه تاع الكسور، هنا المقام راه 1 يضرب في المقام يبقى نفسه، وهذه تطلع للبسط، هذا مكان راح تضرب الفوق في البسط في 1 تبقى نفسها. يعني كي تطلع للبسط واش نحصلوا؟ راح نحصلوا على 2 اكس مربع زائد 1 على 3 اكس زائد 5، وهذه اسمها في التمرين اسمها العباره او. اذا في النص عندنا او. اذا هنا واش تعلمنا من هذا؟ تعلمنا باللي كي يكون عندنا كسر نديروا البسط وحده، نديروا المقام وحده، بعد ما كانش حاجه اسمها القسمه تاع تقسم طرفا على طرف، ما كانش الا اذا تعرف تقسم كل واحد على اللي قبله مش على اللي تحته. باش تتفادى الاخطاء قلت لك معليش زيد خطوه، دخل الداله مقلوب وضرب، من بعد جيك كل شيء صحيح وما تغلطش. اذا دروك تضرب طرفا لطرف، هذا في هذا معناتها يخرج لك 3 على 11. لو كنت تحسبوا بالاله الحاسبه يخرج بفاصله، اذا خليه كيما راه. في الطرف الاخر 9 على 8 تكتبها بهذا الطريقه، هكذا راك درت الحصر تاعهم كامل. هذا هو الفيديو، على بالي باللي كان هو اطول فيديو في هذه السلسله، وربما في البدايه تاعو خاصه في النص، يعني كي حكينا في الضرب وكذا في القسمه ممكن تعقد شويه، لكن من خلال التطبيق اي واحد صبر معنا التطبيق راه شاف بلي امور سهله. يعني المطلوب منك هو انك اذا فهمت هذا التطبيق وعرفت اي حاجه درناها فيه راك فهمت هذا الدرس. تا
اتمنى انكم استفدتوا منه. اذا كان فعلا فهمتوه اترك لي في التعليقات. اذا عندك اي حاجه حاب تطلبها اتركها في التعليقات. تلقوا ان شاء الله في الفيديو القادم بالتوفيق. السلام عليكم.